السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج فضائل السور، والذي نتحدث فيه عن معطيات بعض سور القرآن الكريم. تابعونا بعد قليل. مشاهدين الكرام، من معطيات سورة الزلزلة المباركة روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأها فكأنما قرأ البقرة، وأعطي من الأجر كمن قرأ ربع القرآن. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من قرأها في نافلة لم يصبه الله بزلزلة أبدا، ولم يمت بها ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدنيا، فإذا مات أمر به إلى الجنة. وعنه عليه السلام قال: من كتبها وعلقها عليه أو قرأها وهو داخل على سلطان يخاف منه نجا مما يخاف منه ويحذر. مشاهدينا، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج فضائل السور. حتى الملتقى في الحلقة القادمة، نستودعكم الله في أمان الله ورعايته.